مرحبا بالجميع متابعي صباح الخرطوم على افتتاح هذا الوطن الحبيب. عديد المحطات والعناوين وفي هذه المساحة نتحدث عن السلام المجتمعي، وبكل تأكيد محتاجين في الفترة الجاية للسلام المجتمعي وتنزيله على أرض الواقع للحد من المشاكل والتحديات التي بتواجه السوداني بصورة عامة ودرء للفتنة والصراعات القبلية اللي بتحدث، إذا كان في دارفور، إذا كان في شرق السودان، إذا كان في كل بقاع من أرض السودان الحبيب. أسعد في هذه المساحة أن يكون معي الوكيل الناظر أحمد حامد محمد رضوان، وكيل ناظر السلامات. مرحبا بك وصباح الخير. مرحبا، صباح النور، حياك الله. وبكل تأكيد عندكم يوم كبير جدا بعنوان السلام المجتمعي، كلمنا عن هذا اليوم. بارك الله فيك. نحن حقيقة في إطار السلام والاحتفاء بالسلام، ونحن من المؤيدين لاتفاقية سلام جمعة، ونمد أيدينا بيضاء للسلام ومسالمين، ولعل اسم قبيلتنا مشتق من السلام. يا سلام. نعم. فنحن مع السلام ونحتفي بهذا السلام، ولأجل ذلك إن شاء الله اليوم في إطار احتفائنا بالسلام، ومقصود منه أن ينزل هذا السلام إلى أرض الواقع. نريد تنزيل السلام إلى أرض الواقع. أنا فاتني أن يعني حقيقة أترحم على شهداء ثورة ديسمبر المجيدة، ونسأل الله يتقبلهم، ونسأل الله يشفي الجرحى إن شاء الله يا رب، ويعني يعيد المفقودين إن شاء الله إلى أهلهم وذويهم. نعم. وكان برضو بنترحم عليه كل الشهداء الذين فقدناهم في الصراع الحصل في دارفور، يعني قبل أيام بكل تأكيد. نعم. نفر عزيز من أبناء وبنات السودان قتلوا. نعم. ولا ذنب لهم يعني. نعم. حقيقة نحن والله نستنكر وندين يعني هذا الصراع، والذي يروح ضحيته أبرياء يعني لا ناقة لهم ولا جمل. نعم. فيما حدث. نعم. وبالتالي مثل هذا الصراع يؤجج الفتن ويخلق المشاكل بين الناس. فنحن كإدارة أهلية نوصي الدولة أن تفرض هيبتها على الجميع، وأيضا يعني نوصي كل الأطراف المتنازعة أن تحكم صوت العقل. نعم. بالتالي يعني الإنسان يجد حقه كاملا إذا حكم صوت عقله، وقد يفقده ب يعني هذه المشاكل التي تحدث بين الناس. نعم. فنسأل الله أن يتقبل الذين راحوا ضحية يعني هذا الاعتداء، ونتمنى أن يعني يمسك المجرمين ويدانوا، والجريبة كلب تابع سيده. يعني يجب أن يكون هذا المبدأ، الجريمة كلب تابع سيده. نعم صحيح. نعم. لا بد من المحاسبة بكل. نعم. تأكيد، وأشد العقاب يعني. طيب نتكلم عن اليوم وقبيلة السلامات، برضو قبيلة كبيرة جدا في السودان وصاحبة تاريخ ومجموعة من القيم النبيلة والسمحة. نعم. نعم. حقيقة يعني قبيلة السلامات من القبائل العربية العريقة، ونسب يمتد إلى سليم بن منصور. نعم. بني سليم ومعروفون يعني، وبالتالي في تاريخهم أيضا العباس بن مرداس السلمي شارك يعني في فتح مكة بألف فارس. ما شاء الله. نعم. نعم. فأيضا يعني هذه القبيلة لها تاريخ عريق في السودان وفي غيره إن شاء الله. وفي السودان حتى في زمان المهدية لهم مشاركات، وفي زمان الاستعمار لهم مشاركات، والآن لهم مشاركات، ويمتد يعني امتداد هذه القبيلة يعني حتى خارج نطاق الدولة السودانية. في كل بقاع الأرض يوجد جزء من أبناء قبيلة السلامات.
نحتفي هذا اليوم بالسلام وننصب الناظر أحمد ساكن إسحاق ناظرا لعموم قبيلة السلامات بالسودان، وهذا في إطار توحيد القبيلة ورتق النسيج الاجتماعي وخلق العلاقات الطيبة مع الجيران ومع القبائل المجاورة إن شاء الله. نعم جميل. طيب كلمنا عن تفاصيل اليوم، كيف يبدو الدين الملمح عن شكل الاحتفال بالسلام وأيضا تنصيب الناظر؟ مبارك له مقدما. بارك الله فيك. ربنا إن شاء الله يعينه، طبعا الموضوع ده ما سهل يعني. نعم هناك دعوات إن شاء الله قدمت لكثير من المسؤولين في أن يحضروا هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقهم أن يأتوا ويحضروا في احتفاء السلام والاحتفاء بالسلام. واليوم هو يوم يعني فيه تأتي الأسر السلامية في هذا المكان، منتجع عصام الشيخ، وتلتقي هناك، وإن شاء الله سيكون هناك برنامج لهذا الاحتفاء. فيه يتم تنصيب الناظر أحمد ساكن إسحاق ناظرا لعموم قبيلة سلامات بالسودان، ووكيله أحمد حامد محمد رضوان شخص ضعيف، يعني نبارك وكيلا له إن شاء الله. فنحن نمد أيدينا بيضاء للسلام ونسالم الجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا للمضي قدما في السلام وتنفيذ بنوده إلى أرض الواقع وتنزيلها. نعم بارك. طيب الاحتفال بالسلام ده جانب برضو وعنوان كبير جدا، لكن يبقى السؤال الكبير كيفية إنزال هذا السلام على أرض الواقع، ومحتاج للإدارة الأهلية بكل تأكيد، يعني عندها دور كبير جدا في نشر السلام بين الناس يعني. والله بارك الله فيك، حقيقة عبركم نحيي تجمع الإدارات الأهلية الوطنية والذي يقوده الدكتور أحمد النور ألمي، وهذا الرجل يعني ربان سفينة الإدارة الأهلية في السودان، ويعمل على رتق النسيج الاجتماعي وربط القبائل وخلق السلام وخلق العلاقات الطيبة بين الناس، بالإضافة لي يعني منظمات المجتمع المدني وعملها الدؤوب الذي ينزل على أرض الواقع. فالسلام ينزل على أرض الواقع بقناعة المجتمع الذي يكون في المنطقة المعنية، إضافة إلى فرض هيبة الدولة على الجميع، وبالتالي يسود السلام، ونسأل الله يحققه إن شاء الله. نعم قديما يعني كان صوت الإدارة الأهلية عالي ولا زال يعني بكل تأكيد، وأي إشكالية كانت بتحصل ما بين الناس بتحل، يعني إذا كان في صراع قبلي ما بين قبيلة وقبيلة تما بتم الموضوع ده بتحل سريع يعني، وأي زول بنال عقابه إذا كان مجرم بنال عقابه، إذا كان زول متضرر بلقى نصيبه من العدالة. أفتكر في كثير من الإشكاليات يا أستاذ أحمد مجتمعيا إحنا محتاجين للإدارة الأهلية لحلها السلمي، محتاجين للجودية، نعم بين قوسين كده دي لا بد منها. بارك الله فيك. نحن حقيقة والله الإدارة الأهلية يعني قديما وحديثا صحيح لا يشق لها غبار في حل المشاكل، وكثير من الأزمات التي تقوم بين الناس تستطيع الإدارة الأهلية حلها، وربما يعني أنزلت بعض الناس من مشانق الموت صحيح، وبالتالي الإدارة الأهلية لها مقدرة والجودية يعني والجلوس والتفاهم بين الناس، هذا يعني فيه نوع من الرحمة ونعمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي أكرم بها هذا الشعب المعطاء. فالجوديات الآن عرف، والإدارة الأهلية يعني تعمل على رتق النسيج الاجتماعي وربطه بهذه الطرق والوسائل، وربما الآن في جامعات حديثة تدرس يعني هذه الطرق في
المسألة بتاعت الجوديات والجلوس وحل المشاكل يعني بالإدارة الأهلية. فالإدارة الأهلية لها القدح المعلى في مسألة حل المشاكل ورد النسيج الاجتماع إن شاء الله. نعم جميل. طيب بنظر الإدارة الأهلية وأنت وكيل لنظر السلامات، يعني التحديات شنو بتواجه يعني تنزيل اتفاق السلام بين الناس، يكون في سلام مجتمعي وقبول للآخر في المناطق اللي فيها حروبات وفيها نزاع؟ يعني والله في هذا الإطار يعني القبول بالآخر لابد منه، وكل منا يجب أن يعترف بالآخر. صحيح. وحتى نعترف بالآخر يعني يجب أن يكون هناك مساحة لتقبل الآراء بين الناس. وعلى هذا الأساس يعني هذه الآراء يعني لا تقبل إلا إذا جلست الناس في يعني صعيد واحد ووضعوا هذه المشاكل ويعني حاولوا أن يتلمسوا لها الحلول بالشورى والتنسيق التام بينهم. وعلى هذا الأساس يعني مسألة كيفية تجاوز التحديات، يعني التجاوز للتحديات هذه يمكن أن يتم عبر الإدارة الأهلية وبناء الثقة في المجتمع المدني، وأيضا يعني الجلوس والتشاور في الأمور التي تسير أو تسير البلد إلى الأمام إن شاء الله. نعم جميل. طيب برضو موضوع الوحدة بين الناس ده موضوع كبير جدا. نحن في السودان ما عندنا مشاكل، يعني انت لو ناظر مجتمعيا للسودان ما في اشكاليات، لكن يعني في ناس كده بيحبوا الفتنة، ربنا خلقهم يعني الفتنة ربنا يهديهم يعني، ودائما في حالة انه بيهيجوا كل ما الحرب دي خلاص قربت تنتهي دائما بيعيدوا شريطين، والله يعملوا فتنة بين الناس، يعملوا فتنة بين القبائل. أنا ما أعرف المصلحة بتاع لهون مستفيدين ولا المواطن البسيط مستفيد ولا البلد مستفيدة. يعني أنت الليلة إذا كان يعني عملت فتنة أكيد أنت حيتضرر، فتلقى زول من بيتكم ده يمكن أصابته يعني طلقة. دل محتاج له للرسالة، محتاج له للتوعية برضه. هو حقيقة يعني الناس يعني إذا كانت ملمة بأمر دينها نعم كل هذا لا يكون يعني صحيح. مكان. وبالتالي يعني الجهل مصيبة، إضافة إلى أن هناك بعض الناس يعني لهم أجندة تجار الحروب دي. تجار حروب بالضبط. يعني هؤلاء الأجندة ينفذوها عبر هؤلاء الناس البسطاء. صحيح. وبطريقة يعني تكون هو ما ماخذ فيها أو لا مبالاة، وبالتالي يدخل في المشكلة وتحصل أو يحصل نزاع بين شقين كبيرين، والسبب يكون إنسان محرك. صحيح. يعني من على البعد أو بالريموت كنترول محرك النازل أنهم يفعلوا هذا العمل. صحيح. هو الراجع من هذا الأمر يفيد هو أن الناس يكونوا مختلفين، يكونوا ضعفاء، البلد ما يمشي لقدام، هو عنده مصلحة في هذا. طيب الأرواح دي اللي بعدين ما هيجيب قدام ربنا ما هيتحاسب بها بكل تأكيد. أكيد يعني. أكيد. نعم. أكيد ربنا سبحانه وتعالى اللي عالم بكل شيء الأرواح دي تحسب عليه، وأنه يعني حديث الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها ينطبق على هذا المفتن، وبالتالي يحاسب أمام الله سبحانه وتعالى وأمام العدالة الإلهية. نعم. طيب الرجوع لليوم وتفاصيله، أكيد يعني كل أبناء وبنات السلامات حضور في هذا التنصيب في هذا الاحتفال بالسلام المجتمعي. نتكلم شوية كده عن المسرح وشكل يعني الثقافات اللي حتكون تطرح على هذا المسرح. جميل. نعم ولا بد منها بكل تأكيد. نعم. هي موجودة، واليوم إن شاء الله حضور لأبناء السلامات من ولايات خارج ولاية الخرطوم. يعني من ولاية الغضارف، ولاية الجزيرة، ولاية شمال كردفان، ولاية جنوب كردفان، ولاية غرب، ويعني ولاية جنوب دارفور. نعم. يعني وصلوا والآن مشاركين في هذه الفعالية. حقيقة يعني هناك فرح عارم جدا بالاحتفاء بالسلام وتنصيب السيد الناظر أحمد ساكن. نعم. فهذا الفرحة العارمة اليوم
يعني أيضا يتخلل يعني عندنا فنان تراثي جميل أخونا الأستاذ علي إبراهيم اللي هو مشهور بعلي الرهيد، نعم احنا إن شاء له الله تحية سيحيي يعني هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب كيف التنصيب بيتم يعني؟ برضه دي من الحاجات المفترض يعني الناس تتكلم عنها، بكون لك تتعرف على الحاجة دي كيف بتتم. وأي قبيلة بيكون أكيد التنصيب بتاع الناظر ده عنده يعني عادات وعنده حاجة كده بيتم بيه، وكلمنا عن الموضوع ده كيف بيتم. طيب نعم، هو حقيقة يعني العمد يعني أجمعوا على تنصيب الناظر، وبالتالي يعني قدموا طلب بهذا لجهات الاختصاص، وجهات الاختصاص اعتمدت يعني هذا الطلب، واليوم إن شاء الله سيتم التنصيب وبطريقة يعني تكون فيها موجود المسؤولون في الدولة. طبعا في قبائل كده عنده لبسة معينة وعنده كرسي كده معين بيقعد فيه. لا لا أبدا. إن شاء الله سيكون الأمر عادي إن شاء الله. شكرا جزيلا سعادة وكيل الناظر أحمد حامد محمد رضوان، وكيل ناظر السلامات، شكرا على كل هذه المعلومات. شكرا، بارك الله فيك، تسلم، ونحييكم نحن يعني أنتم في هذه القناة إن شاء الله، ونسأل الله أنكم تكونوا يعني سلم ومعبر للسلام وجناح من أجنحة السلام ترفرف في سماء هذا البلد إن شاء الله. إن شاء الله، بارك الله. شكرا جزيلا، كثر خيرك، بارك الله فيك. مواصلين معكم في صباح الخرطوم، نذهب لكم طرول ومتمنى نعود ونتواصل.